انت مين اللي ليه الفضل عليك بعد ربنا وبعد والدك الله يرحمه طبعا، بس مين من الاسماء الكبيره في النادي الاهلي اللي ليهم فضل على كابتن معتز؟ في النادي الاهلي ولا عامه؟ لا في النادي الاهلي اكيد طبعا انا اتمرنت تحت غير جوزيه كمان. طب ما هو كده في مين تاني؟ مين تاني قول انت؟ هو كان عشان لما جيت طبعا النادي الاهلي كان مستر مانويل جوزيه وكابتن حسام بدري وكابتن علاء ميهوب، وبعد كده اتمرنت مع كابتن محمد يوسف، كابتن فتحي مبروك طلع فترة من فترات، من الشخصيات المحترمة جدا. يعني دول اللي انا اتمرنت معاهم في النادي الاهلي. لكن كمان المهم ان الواحد لما بيبص كده، المهم كمان اللي وقفوا معاك قبل ما تبقى لعيب كبير وقبل ما تبقى موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، مين شايف ان هو ده المدرب اللي اكتشف يعني. او اللي هو لا اللي اكتشفني واللي حطني على الطريق وعرف الناس بيه؟ مستر فنجادة برتغالي ده، كنت انا لسه طالع من الناشئين في نادي الزمالك ورحنا معسكر البرتغال، وكان ساعتها اللعيبه الدوليه كلها في المنتخب. كابتن حازم بقى وكابتن عبد الحليم والناس الكبيره دي كلها وكابتن طارق سعيد، فاحنا كنا رايحين شباب صغيرين يعني كماله عدد زي ما بيقولوا في البعثه، فانا رايح ناشئ وكان معايا عامر صبري وكم واحد يعني من اللعيبه الصغيرين، فاحنا رايحين فالخواجه طبعا ما يعرفش بقى ده مين وده مين، راجل لسه جاي جديد فحضرتك عارف طبعا الاجانب ما يعرفش ده مين، فانا قالي اللي انا ولد صغير بيجري وبيتحرك من خلال التدريب، فبيسال قالوا له كان ساعتها كابتن محمود الخواجه وكابتن هشام كان مساعدين فقالوا له، فبيقول لهم مين ده؟ فقالوا له ده ولد صغير لسه اول مره يطلع اول مره يسافر، قال لهم يعني ده من الناشئين؟ قالوا له من الناشئين. الراجل عشان انا مستوايا كان لفت انتباهه يعني ابتدى يركز معايا بقى، فلقيته بيحطني دايما يعني في التشكيل وبيحطني دايما في التدريبات ويحطني في التكتيك، يجيبني يحطني مع اللعيبه الكبار. ده اثناء المعسكر؟ اثناء المعسكر كل ده احنا في البرتغال. في البرتغال اثناء معسكر. اول مباراه وديه هناك يعني الاستعداد بتاعنا مع بنفيكا، بس كانوا بيلعبونا بالسكند تيم. فكان ساعتها اللعيبه الدوليه بقى كلهم راجعين، فكانوا لسه مراكين فما ادهمش المباراه من الاول، فلعب الناس المحليه اللي هي كانت اصلا معانا في المعسكر الشوط الاول وانا لعبت معاهم، فظهرت بمستوى كويس، فاللعيبه الكبار بقى النجوم كلهم هينزلوا الشوط الثاني، طلع كل الناس بتوع الشوط الاول وخلاني انا بس انت الوحيد اللي عايز بقى يشوفني مع اللعيبه بقى بتاعه المنتخب الكبار بقى كلهم، كابتن عبد الواحد السيد بقى وكل الناس النجوم، فحطني برده معاهم عادة اكتشاف يعني. فهو عايز يعني يشوف ده يشوف عنده رهبه وسط الناس دي كبيره ولا لا، هيسد في وسط النجوم الكبار دول، فحطني جنب الكابتن تامر عبد الحميد، فعايز بقى يشوفني هل بقى ده مستواه هيبقى ولا هيخاف ولا الرهبه موجوده ولا مش موجوده، الشخصيه موجوده الشخصية ولا لا. خدت احسن لعيب في المباراه.